أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في صحيفة المدى، بعد سلسلة عمليات خطف ديالة تحظر الصيد في المناطق الساخنة. في الميثاق الوطني، القوات الحكومية تهجر قرى مكحول قسريا بدوافع طائفية. في العربي الجديد، شولتز بعد لقاء بوتين، الأمن المستدام في أوروبا غير ممكن بدون روسيا. وفي القدس العربي، كييف هجوم الكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية. في العربي 21، شهيد بالضفة الغربية ومستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى. في واشنطن بوست، لا تزال واشنطن تتجاهل معاناة الأفغان. وأخيرا في الجارديان، إدارة بايدن تسرق أموال الجوع في أفغانستان. نبدأ من مقال للكاتب فارس الخطاب في صحيفة العربي الجديد تحت عنوان العراق في انتظار الفوضى. المشهد المتعلق بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بما يحتويه من سلوكيات غير مسؤولة تجاه استحقاقات وطنية ودستورية تعطي دلالاتها تجاه مستقبل العراق الضبابي والمضطرب. تتسع دائرة الخلاف والاختلاف بين مكونات العملية السياسية المهلهلة في العراق، كما تتوالد في البلد المشكلات والأزمات طوال الأعوام الثمانية عشر الماضية، وتنوعت المصائب على المواطن العراقي ومؤسسات الدولة الخدمية بسبب تصاعد مستويات الفساد والإرهاب والترهيب والقتل والاختطاف وانتشار السلاح المنفلت بين الميليشيات وسحق آمال الشباب وطموحاتهم من خلال إشاعة المخدرات وتسهيل وصولها إليهم لإخراجهم من دائرة الوعي، وبالتالي تأجيل الحراك الجماهيري القادر على تخليص العراق من كل ما تقدم. من المؤسف والغريب أن تفتح حدود العراق ليدخلها المتدخلون في شؤونه الداخلية والإقليمية من دون أن تحرك الحكومات العراقية أي ساكن، بل لا تتناول وسائل إعلامه الرسمية خبر وصول قادة ومسؤولين من دولة مجاورة للعراق كزيارات قائد فيلق القدس الإيراني سواء السابق قاسم سليماني أو الحالي إسماعيل قائاني واجتماعهما بمسؤولين وقادة لحركات وأحزاب من أجل ترقيع العملية السياسية والإبقاء على مراكز مصالح وقوة إيران في العراق. والأغرب ألا تعتبر حكومات العراق هذا الحراك المكشوف تدخلاً في شؤونه الداخلية. العراقيون تعاملوا بسخرية ممزوجة بالألم مع ورود أخبار الكتل المتصارعة في المشهد السياسي العام، بدءا من قرار مقتدى الصدر في 5 فبراير شباط الجاري تعليق مفاوضاته الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والكتل المتحالفة معه. ويضيف الكاتب فارس الخطاب، ازدادت صورة المشهد السياسي والأمني العراقي قتامة مع تعدد زيارات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قائاني العراق وسلسلة اجتماعاته مع الإطار التنسيقي للتعامل مع التيار الصدري وتحديدا مع زعيمه مقتدى الصدر، والذي زاره قائاني أيضا في 8 فبراير شباط الجاري في الحنانة بمدينة النجف. الفلتان المنظور وغير المسؤول الذي يعم العراق من شماله إلى جنوبه، والذي تجاوز حدود العراق ليصل مداه إلى بعض الدول الإقليمية المجاورة للعراق أو الواقعة ضمن محيطه الحيوي كعملية ما تسمى ألوية الوعد الحق،
التي أرسلت طائرات مسيرة لتضرب أهدافا في دولة الإمارات، ثم انتشار ألوية من قوات الحشد الشعبي كحزب الله وعصائب أهل الحق والنجباء وغيرها في مناطق من محافظة الأنبار وصلاح الدين، وقصف مناطق سكنية تخص رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وكذلك رموزا ممثلة للقوى المتآلفة مع التيار الصدري من السنة والأكراد، إضافة إلى تزايد عدد الاغتيالات النوعية لقضاة وضباط وناشطين بشكل مستفز وسافر. وذلك كله ينذر بفوضى عارمة مقبلة لتعم العراق من أقصاه إلى أقصاه، وسط تعامل مثير للاستغراب من حكومة مصطفى الكاظمي التي اكتفت بتشكيل مجالس تحقيق من دون نتائج ملموسة بحق الجناة ومن وراءهم. إصرار الميليشيات والقوى المنضوية ضمن الإطار التنسيقي على إرباك المشهد السياسي في العراق ينذر بفوضى عارمة تؤكد فيما تريد أن تؤكده على قدرة هذه القوى على العبث بمقدرات العراق والمنطقة، فيما لو لم تلبى مطالبها بحكومة عراقية توافقية بدلا عن الأغلبية التي تسعى الكتل الفائزة إلى تكوينها. يؤكد الكاتب أن هناك محاولات حثيثة لترقيع العملية السياسية والحفاظ على مصالح إيران وأذرعها في العراق. عن مشروع تدمير التعليم في العراق، سياسة حكومية وإرادة خارجية، كتبت زينب زكي غائب مقالا في صحيفة الميثاق الوطني، نستمع إلى جزء منه. عراقنا المظلوم والجريح الذي ضاعت فيه القيم السامية في توظيف العلم، وضاع مشروع البحث العلمي التطبيقي، فتناسى العراق حكومة وشعبا بسبب السياسات الحكومية البائسة بأن الهدف من الجامعات هو إنشاء جيل باحث في العلوم التطبيقية وإنشاء الخطط وكيفية التقدم من أجل العمل الصناعي وتحسين الإنتاج الزراعي والتجاري الذي يقوم به العمال التقنيون وليس الخريجون الأكاديميون. لكن ما يجري في العراق هو تكديس للباحثين من خلال إنشاء وافتتاح جامعات حكومية وأهلية دون المستوى المطلوب ودون دراسة الحاجة لهذا الكم الهائل من الجامعات التي لا تحظى بتقييم إيجابي ولا تدخل حتى في التصنيف العالمي للجامعات، حيث تجاوز عدد الجامعات أكثر من 85 جامعة بين حكومية وأهلية، وبدلاً من أن تقوم الدولة بتنظيم الناشئة قامت بدفعهم نحو الجامعات وتكديسهم وخنق مؤسساتها بتوظيفهم، في حين أنها كانت من المفترض أن تقوم ببناء المصانع والمنشآت واستصلاح الأراضي واستثمار الأنهار وتوظيف الشباب التقني العامل، إلا أن السياسات الحكومية هي منح الأحزاب المتسلطة في العراق مزيداً من المال من خلال إنشاء الجامعات الخاصة بعيداً كل البعد عن فائدها للمجتمع والتقدم في البحث العلمي. فقد الطلاب العراقيون بسبب سوء التخطيط الأمل بالتعلم، فأصبحت الجامعات مكاناً للنزهات والرحلات الترفيهية والأعمال التي يزيلون بها كبت مراهقتهم، مبتعدين عن الهدف الحقيقي هو التعلم ونهل العلم ومواكبة التطور العلمي، حتى أصبح حلم الطالب الجامعي الحصول على الدرجات الامتحانية فقط ليأتي يوم التخرج وحصوله على الشهادة ليبحث بها عن عمل يعيل به نفسه. في مقال تهكمي وناقد كتب علي حسين في صحيفة المدى قائلا: في كل عام تتآمر علينا الإمبريالية وتضع العراق بمؤخرة الدول في مجال التعليم والتربية، لكنها هذا العام تمادت أكثر وكشرت عن أنيابها الاستعمارية، فأخرجتنا ومعنا القوى الكبرى اليمن والسودان والصومال من قائمة جودة التعليم التي يضعها مؤشر دافوس. في عام 1892 كتب القاص الروسي تشيخوف وصفا لرجل التعليم قال فيه:
أن يكون مثقفاً وفناناً وإنساناً مغرماً بعمله، أما المشرفون على التعليم عندنا فهم بسطاء سذج، أنصاف متعلمين. يجب أن يحتل التعليم المركز الأول وأن يكون متاحاً للجميع. توفي تشيخوف قبل أكثر من 100 عام، ويبدو حديثه هذا معاصراً تماماً لما نعيشه اليوم في العراق، وكلماته هذه تليق تماماً أن توضع في واجهة أي مدرسة في العراق. أحلام تشيخوف هي أحلام المخلصين لبناء بلدانهم، وهي نفس أحلام الشيخ محمد رضا الشبيبي الذي كان مسؤولاً عن التعليم في العهد الملكي لمرات عدة، من عام 1924 إلى عام 1948. نراه يكتب في رسالة يوجهها للملك فيصل الأول حول فهمه لدور التربية والتعليم في المجتمع: الفقر والجهل من أشد الأمراض الاجتماعية ألماً وأكثرها. اليوم يطرح السؤال بوضوح تام: كيف يمكننا تطبيق هذه الأحلام في العراق ونحن نجد أن بعض القائمين على شؤون التربية والتعليم تداخلت عندهم السياسة مع ألعاب الفساد، مع المحاصصة، مع زمرة المنتفعين في أن يتولوا مناصب مهمة في هذا القطاع لتكون النتيجة واضحة: لا أمل على الإطلاق في محاولة إصلاح النظام التعليمي. نجد أن القائمين على أمور البلاد ينظرون إلى التربية والتعليم باعتبارهما كماليات زائدة عن الحاجة. لا يشغلهم التدهور الذي أصاب هذا القطاع، بل إن وزارة التربية عانت ما عانت بسبب اختيار أشخاص لا يمتون بصلة إلى قطاع التربية والتعليم، فتحولت الوزارة العريقة في النهاية إلى حقل تجارب يسعى من خلالها صاحب المنصب إلى تنفيذ سياساته الخاصة ورؤاه الشخصية على قطاع حيوي في حياة الشعوب. قالت صحيفة واشنطن بوست إن واشنطن تتجاهل معاناة الأفغان. وأضافت الصحيفة في مقال للصحفي جيمس داوني إن انسحاب أمريكا من أفغانستان يستحق كل الاهتمام والدراسة التي يمكن أن يحصل عليها. يقدم تقرير الجيش صفحات وصفحات من الأدلة على أن صانعي القرار أساءوا قراءة الظروف على الأرض، لكن السياسيين ووسائل الإعلام في أمريكا كثيراً ما يعاملون أفغانستان هذه الأيام كمسلسل تلفزيوني انتهى في عام 2021. حتى القصص التي تركز على الأفغان مثل تقرير جورج باكر المفصل في مجلة أتلانتيك والذي يجب قراءته، عادة ما تنهي حكاياتها عندما يغادر الجنود الأمريكيون الميدان. لكن معاناة الأفغان مستمرة إلى حد كبير، والقرارات الأمريكية تستمر في جعلها أسوأ. ذكرت جين فيرغسون من نيويوركر الشهر الماضي أن أفغانستان أصبحت أكبر أزمة إنسانية في العالم. نصف سكان البلاد بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. ضعف العدد من عام 2020 أكثر من 20 مليون شخص على شفير المجاعة. ويقدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن 95% من العائلات الأفغانية تفتقر إلى ما يكفي من الطعام، ويتوقع برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أن يصل معدل الفقر بحلول الصيف إلى نسبة 97%. في الآونة الأخيرة أدى قرار إدارة بايدن بتجميد أصول الحكومة الأفغانية بالمليارات مع انسحاب أمريكا إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي الناتج. منذ ذلك الحين توسلت المنظمات الإنسانية إلى البيت الأبيض للإفراج عن الأموال كمساعدات. في الأسبوع الماضي أمر بايدن أخيرا بالإفراج عن 7 مليارات دولار محتجزة في البنوك الأمريكية، باستثناء أنه أمر أيضاً باحتجاز نصفها في الدعاوى القانونية لضحايا 11 من أيلول سبتمبر ضد طالبان.
يعيش المسلمون في الهند تحت وطأة الصدمة بسبب تصاعد الهجمات على الطلبة المسلمين بسبب هويتهم الدينية، ويؤجج ذلك الزعماء السياسيون في البلاد. نشر موقع ميدل إيست آي تقريرا للأستاذ المساعد ومدير التعليم الجامعي في الكلية الإسلامية الأمريكية في مدينة شيكاغو شبان مير حول منع طالبات مسلمات من دخول الحرم الجامعي في ولاية كارناتاكا الهندية بسبب ارتدائها للحجاب. أشارت مؤلفة كتاب النساء الأمريكيات المسلمات داخل الجامعات، حياتهن الاجتماعية وهويتهن، إلى أن هذه المشاهد تسلط الضوء على الأجواء التي تواجهها هذه الأقلية السياسية المحاصرة في الهند. وتابعت مير: تم استبعاد النساء وحيل بينهن وبين دخول الفصول لأنهن يرتدين خمراً على رؤوسهن أو لأنهن منقبات، بسبب غياب المساندة من حكومة البي جي بي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. توجهت الفتيات إلى وسائل الإعلام لشرح قضيتهن على أمل أن يتمكن في نهاية المطاف من أخذ الامتحانات والمضي قدما فيما بعد في حياتهن المهنية. وعلى الرغم من الارتفاع الذي شهدته السنوات الأخيرة في وتيرة الهجمات وخطاب الكراهية الصادر عن عناصر من داخل الأغلبية الهندوسية ضد المجتمعات غير الهندوسية، إلا أن مثل هذا العنف ليس جديداً، فالمسلمون بالذات ينظر إليهم باعتبارهم يشكلون تهديداً ديموغرافياً وسياسياً لما يسمى الراشترا الهندوسية، أي الدولة التي تقوم على التفوق الديني الهندوسي. لم يزل المسلمون يتعرضون للتهديد بارتكاب مذابح ضدهم، كما يتعرضون لهجمات ترتكبها عصابات من الرعاع الذين يهتفون بشعارات قومية دينية هندوسية، بينما ينهالون على المسلمين بالضرب المبرح ويشعلون فيهم النار وهم أحياء، ويعتدون على مساجدهم ويعيثون فيها تخريبا وتدميرا. حتى وقت قريب لم يزل الرجال المسلمون هم المستهدفين من قبل حملات الإسلاموفوبيا في الهند، وذلك تحت ستار إجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب وما يسمى جهاد الحب، وما يرافق ذلك من متابعة ومراقبة وتصيد. ولكن ما لبثت النساء المسلمات أن شملتهن هذه الحملات التي تتضمن قيام شبكات الهندوتافا ومجنديها بدعاء تنظيم مزادات لبيع النساء المسلمات عبر الإنترنت، مستخدمين عبارات وألفاظا مشينة ومهينة. مع إعلانها إتمام الجدار الأمني على الحدود مع غزة، تحكم إسرائيل الخناق على سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 15 سنة. يرى الفلسطينيون أن الجدار الجديد يجسد فعلياً اعتبار القطاع الذي لا تتعدى مساحته 365 كيلومترا مربعاً بمثابة سجن كبير محاط بالجدران والأسلاك، وتتحكم إسرائيل بكل تفاصيله. ويتوج الجدار سلسلة طويلة من الإجراءات العقابية التي تتخذها إسرائيل بحق أهالي غزة منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع العام 2006، ثم سيطرتها على القطاع منتصف عام 2007. وتمكنت وكالة الأناضول من التقاط صور خاصة للجدار الإسرائيلي من داخل أراضي قطاع غزة. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
وبهذه الرسوم نصل لختام صدى أقلام اليوم. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته، دمتم بخير، إلى اللقاء.